هذا العام هو للمرة الرابعة عشر على التوالي ونحن ننفذ مثل هذا المعرض. المعرض هو معرض لمنتجات النساء الرياديات في قطاع غزة، هو يعرض منتجات النساء وفي ذات الوقت يعرض النساء ويقدم الفلسطينيات الرياديات كنساء صاحبات أعمال وناجحات رغم الفقر ورغم الحصار ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها المرأة الفلسطينية. يسعدني أن أكون من ضمن المشاركات في هذا المهرجان الرائع، فهو يمثل لي كيان. كوني أنا إنسانة موجودة في هذا المعرض والمهرجان يسعدني. أولاً أحس بقيمتي، إنتاج مجموعة من السيدات، شغل له قيمته ويحيي التراث الفلسطيني، مما يسعدني أني أكون موجودة في هذا الاحتفال.